السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام اخ عبد الكريم، كيف حالك؟ مرحبا أخي ماهر. شلونك؟ طيب ان شاء الله، الحمد لله الحمد لله بكل خير والحمد لله. عساكم طيبين ان شاء الله. كيف الاهل؟ صيام متقبل ان شاء الله. الحمد لله بكل خير ولله الحمد. اللهم لك الحمد يا رب. الله يفتح عليك، انا ما ابغى اطول عليك، اعرف وقت التمييز. الله يبارك لك صاحب. مرحبا أخي، أنا إن شاء الله يعني الله يعطيك العافية. فتحت لك هذا الاتصال لتسأل ما بدا لك، لأن الهدف من هذا الله الاتصال أنك والله تستفيد إلى أقصى حد وتكون لك رؤية واضحة لأي شيء تريده. الله يعطيك العافية يا رب. الحين تعرف انه الصفحات الفيسبوك هناك كثير يستغلها، يعني استغلال تجاري من حيث الإعلانات مثلا او كذا. نعم اي انا عندي صفحه، انا طبعا قديم يعني، انت يمكن نعم تعرفني، انا سبق اني اشتريت من عندك الظاهر الالترا، نسيت والله قبل حوالي 30 او 3 الفيسور سنوات. الترا، الفيسور الترا اتذكر البرنامج. اي والله، وانا اي لكن انت رجل فيك الخير وحابب استشيرك بعض الامور. مرحبا. الفيسبوك انا عندي صفحات ما شاء الله، يعني عندي صفحه اسمها فيديو اسلام، اسلامك فيديو، طبعا ذات خصوصيه اسلاميه متخصصه بالفيديو الاسلامي ايا كان. نعم وما شاء الله، يعني تقريبا عندي بعض الصفحات، عندي بعض البوستات، بوست فيديو مثلا ما شاء الله يعني عدى المليون يعني مشاهده او ريتش. نعم المليون مشاهده او ريتش. نعم مرحبا. ايوه لكن ما يعني حاب اني استفيد منه عشان يستمر العمل، ماني عارف كيف استغل البوستات بتاعتي، اني استغلها في 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 يعني في كيف في كيف اني استغلها للعمل التجاري. تعرف فيها خصوصية إسلامية، ما ينفع مثلا انزلها مثلا وتنزل فيها اعلانات ما هي كويسة، تعرف انها خصوصية انها إسلامية. نعم انا افهمك الى اقصى حد في هذه المسألة. ايوه ايوه يعني ما عندي سبحان الله كمية اللايكات اللي عندي في القناة في الصفحة لا تتجاوز 14500 لايك، لكن عند الريتش واصل للمليون، يعني من كثر الناس اللي تشيرينج وناس يعني تطلع عليها وكذا. عندي بعض الشغلات 500,000، وعندي 300,000، وعندي 250,000، وعندي شغلات بال10,000 وال20,000. فأنا أبغى أحقق استفادة من الصفحات، استفادة مالية، لأن صراحة تعبت عليها. نعم فماني عارف شو الطريقة المناسبة يعني. نعم أنا إن شاء الله أولا أرى، يعني أول شيء أقوله أنك السوشيال ميديا، يعني السوشيال ميديا ماركتر جد ناجح، يعني مسوق على الشبكات الاجتماعية جد ناجح إلى أقصى حد. هذه أول ملاحظة عندي. يعني هل تستخدم إعلانات فيسبوك، الإعلانات المدفوعة؟ لا 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 يعني في البداية كانت في البداية كان عندي صراحة، يعني أحد البوستات اللي قلت لك وصل مليون، هذا كان في بداية وصل 100,000. استغربت أنا، قلت كيف وصل 100,000؟ خليني كمان أنشره، بما أنه نجح خليني أساهم أيضا في نجاحه، فنشرته زيادة تقريبا يمكن 5 دولار 7 دولار بس. يعني وسبحان الله يعني، وبعدين تركته ممكن 3-4 شهور وجدته فوق المليون. نعم جيد، يعني أعطيني مثال على مجموع استثماراتك في الفيسبوك لكي تصل إلى هذه الأرقام. في الفيسبوك ادز في الصفحه هذه، الصفحه الاسلاميه هذه اللي تسمى فيديو، لم تتجاوز 10 دولار لم تتجاوز، وعلى الصفحه كل اي 10-15 دولار كذا يعني. ما هي لان الصراحه في البدايه ما اخفيك، انا بديتها يعني بدايه يعني كنت يعني صدقة، بدل ما أطلعها برا قلت لا خليني أعمل إعلانات مروضة وتصل للمسلمين أكثر، لأن نعم. فيها يعني فيديوهات ممتازة بصراحة. نعم. فربي بارك فيها، لأن صراحة صارت قوية، وحطيت نيشات حلوة، يعني حطيت يعني كلمات مفتاحية ممتازة في العناوين، فما نعم. شاء الله صارت تنتشر انتشار الهشيم، فهذا شيء كويس. نعم. ولكن ما استطعت كيف أستثمرها إلى الآن. نعم نعم أنا الآن فهمتك إلى أقصى حد. فأنا أول شيء أود أن أحييك يعني على نجاحك الباهر في السوشيال ميديا، هذا رقم واحد، يعني في التسويق على الشبكات الاجتماعية، لأنه شخص يصل إلى هذا المستوى ب10 دولار فقط، فأنا أراه في نظري من أمهر المسوقين على الفيسبوك.
والله يا اخي اخي الكريم، انا فشلت في التويتر وفشلت في يوتيوب، لكن الفيسبوك صاير مثل اللعبه، لعبه لعبتي يعني افهمها، مثل لما اقول لك الملعب بتاعي. سبحان الله سبحان الله. مع ان احنا السعوديين ضعيف الشغل الفيسبوك، عندنا تويتر وعندنا سناب شات وعندنا فيسبوك ضعيف جدا، لكن نجح معي لان المستخدمين العرب خصوصا المصريين والمغاربه كثر جدا، كله فيسبوك. نعم. اغلبهم فيسبوك. نعم انا اقول لك شيء جد واضح، لدي عدد كبير من العملاء من السعوديه ومن الامارات كذلك، كلهم يصرون معي لا في تطوير البرامج، يعني يطلبون مني تطوير برامج او اي شيء، كلها للتويتر والانستغرام، فحينما اقترح عليهم فيسبوك يقولون ان فيسبوك لا يشتغل في السعوديه ولا يشتغل في الامارات، فالافضل ان يكون توجهنا والبزنس الذي نعمل عليه معك هو التويتر او الانستغرام. هل توافقني هذا الراي؟ صحيح، كلامك صحيح. نعم نعم جيد. الآن أنت بالضبط ما هو المشكل التقني الذي تواجهه لتطوير مشروعك؟ فأنا سؤالك الأول الذي سمعته، كيف يمكنني الاستفادة تجاريا من هذه الصفحات التي قمت بتكبيرها، لأن هذه التقنية تسمى في السوق تكبير الصفحات على الفيسبوك؟ على المهم انا يعني هي زي ما قلت لك، شوف الضربه القاضيه عندي في التسويق ليست في كبر الصفحه، الصفحه فيها 14 ألف لايك بس، لكن عندي بوستات فيها اكثر من مليون ريتش. فهمت علي؟ يعني انا لانهم متفاعلين جدا جدا جدا، لدرجه انه اي فيديو انزله بيعملوا على طول بيعملوا عليه شيرينج، لأن الفيديوهات أختارها بعناية. نعم. وأعلق عليها بعناية. نعم. وأنا أقول لك شيء، أقول لك شيء يعني ملاحظة عندي، أنت ليس لديك جمهور، وأنا شخصيا أتمنى أن يكون لدي جمهور مثل جمهورك، يعني أنت لديك كتيبة على السوشيال ميديا، يعني كتيبة جاهزة، كتيبة متفاعلة. نعم متفاعلة وجاهزة. نعم. للتعامل مع أي شيء تطرحه ونشره على أوسع نطاق، وهذا هو أعلى نجاح في السوشيال ميديا. أغلب الأشخاص الذين يتعاملون معي، ولعلك تنصت إلى العديد من الفيديوهات التي أطرحها، يعني معروف علي النجاح في الإيميل ماركتينج في التسويق عبر البريد الإلكتروني، لكن أنا أقول أنت شخص ناجح في السوشيال ميديا في التسويق، خاصة على الشبكة الاجتماعية فيسبوك. والسؤال الرئيسي هو كيف يمكنك الاستفادة تجاريا من هذا النشاط على فيسبوك؟ أنا أقول لك أولا مع الشبكات الموجودة حاليا، الشبكات الموجودة حاليا مثل الفيسبوك آدز أو أي شبكة غربية، فدائما انتظر إشهارات فيها منتوجات غير شرعية عفوا. نعم. مثل ملابس داخلية، منتجات جنسية، بنوك ربوية وما إلى ذلك. ستنتظر هذه الأشياء بمجرد أن تقوم بالتعاقد مع أي شركة من هذه الشركات. وهذا المخيف. نعم. فستقوم بتلويت عملك الجيد عن طريق هذه الشركات، فأنا أخاطبك حسب نوعية مشروعك. نعم. ولعله مؤخرا كانت لدي حلقات حول المواقع الإباحية والربح منها والعواقب الوخيمة لذلك، يعني على اليوتيوب. نعم. فأنا أقول أنه يجب أن تجد لصفحتك سبونسورز يعني داعمين في السوق، أنت في السعودية أظن. نعم صحيح. تجد سبونسورز إما عن طريق المشاريع، يعني الأسواق الإلكترونية، أن تجد سبونسورز
مواقع، يعني يجب أن تراسل مواقع سبونسرز، تدخل على الانترنت وكل موقع بطبيعة الحال تجد له آدمين يعني يضع إيميله ويقول لك إذا أردت أي شيء من هذا الموقع أو أي خدمة راسلنا على هذا الإيميل. فأنت تقوم أولا بإعداد إيميل يقدم كل خدماتك، تقول أنا شخص أمتلك هذه الصفحات ولدي كل هذه المميزات التي ذكرتها، فإذا أردت أن أقدم لك خدمة إعلانية لمدة معينة يمكنك التواصل معي إما على هذا الإيميل وإما على هذا الواتساب. يعني وأنت سوف تختار حينها إما الأسواق الإلكترونية التي تناسبك أو المواقع الإلكترونية التي ترى أنها تناسبك أو مواقع الخدمات التي ترى أنها تناسبك، وحينها سوف تتلقى ردود على الإيميل. يعني ستجد بعض الأشخاص يقول لك مثلا كم يكلفني شهر من الإعلان على صفحتك كذا، تجد شخص آخر يطلب 3 أشهر، وتجد شخص آخر يطلب سنة من الإعلان على صفحتك. فهذه في نظري هي أنا ما أخفيك، أنا يعني لا أجيد يعني أخاف أني أدخل في متاهة مع أحد طالبي الإعلان، أو أني أحسس الناس أن أنا موقع تجاري. أريد أن يكون حاجة تلقائية من غير ما أعلن عنها. أنا موقعي غير ربح، يعني الصفحة بتاعتي إسلامية غير ربحية، وفيها أوريدي الأكثر مشاهدة الآن، فيها أوريدي موجود فيها يعني عندي بوستات عدة المليون الآن. أرسل لك أنا على الواتساب لو شيء أنت معي على، وأنا هتحصل على بوستات أرسلها لك. واحدة ربع مليون والثانية أكثر من 500,000. أنا رايح على الطريق على أبو مليون الحين، لدرجة أن يعني ماني عارف كيف أقنع الزبون، أن يعني كيف أوصل للزبون لما يشوف عدد اللايكات عندي. حتى أكون واضح لما يشوف عدد اللايكات ضعيفة، لما يكون يشوف عدد اللايكات 14 أو 15 ألف، يعني هو ممكن يستغرب كيف أنا عملت مشاهدات لأحد البوستات بمليون ولا بنصف مليون. نعم أنا ماني عارف كيف أحل هذه القضية. لكن أعتذر أخي ماهر، أنا يعني عندي نقطة اختلاف معك. أنت مشروع، حتى وإن كنت مشروع إسلامي، حتى وإن كنت على أرض الواقع دار قرآن، يعني لتعليم القرآن، هل هذا المشروع الإسلامي لا يحتاج إلى تمويل؟ أكيد يحتاج يا أخي. فقط أجبني. نعم أكيد يحتاج. أكيد يحتاج. فليس من العيب أساسا أن نبحث لمشروعنا على تمويل. يعني لا يجب أن نخجل أساسا، لأنني أرى معظم المسوقين العرب، بل على العكس ما يدهشني أن هناك مسوقين في مجال المعلوميات، يعني يعطونا معلومات في مجال المعلوميات وما إلى ذلك، ويقول لك لا تتوقع مني أني سأبيع لك منتج، ولا تتوقع مني إعلانات، ولا تتوقع مني أي شيء، أنا أقدم لك كل شيء مجانا بدون أي مقابل، بدون أي يعني أنا منظمة أو كيان غير ربحي. فأنا في حياتي العامة منذ أن دخلت مجال البيزنس لا أؤمن بأي كلمة اسمها منظمة أو كيان غير ربحي. كيان غير ربحي في نظري هو كيان بدون دورة دموية. إنسان بدون دورة دموية هو إنسان يوجد في قبر فقط. فما هو الدافع؟ ما هو الدافع؟ نحن نعلم أن الأجر عند الله، نعلم أن الأجر أنا عند ما... لا لا أنا عشان كذا اتصلت عليك. أنا أبغى أعمل حاجة من غير ما أدخل في متاهات التسويق واعتقاد يعني ما نعرف. يا طيب يعني كيف، قل لي كيف أسوق للصفحة عندي؟ هل أكتب في نفس بوست في نفس الصفحة من أراد كذا 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 كذا، ولا أجيب تسوق يشتغل لي في الموضوع هذا؟ أول شيء الصفحة الخاصة بك يلزمها بوستات يعني تعلن عن المرحلة السياسية الجديدة للصفحة، وتعلن عنها بكل شفافية. يعني
الإخوة والأخوات المتابعين، نحن نقوم بمجهود جد جد جبار لنقوم بتقديم هذه الخدمة لكم، وهذه الخدمة يعني تحتاج إلى تمويل بالدرجة الأولى. نحن لا نقول لكم لا قدموا لنا مساعدات ولا أرسلوا إلينا حوالات ولا أي شيء، لكننا سوف نحاول اعتماد نظام إعلاني يعتمد يعني يعتمد على إعلانات ليضمن استمرار هذا المشروع. وأنا أظن أي إنسان عاقل سوف يتقبل هذا الكلام، لأن هذا كلام في غاية العقلانية، لأنني أنا لاحظت أن هناك فيروس في العالم العربي في المنتديات بمجرد أن تظهر يظهر أي شيء ربحي، ولكن الحمد لله هذا الفيروس يعني انمحى تقريبا انقرض بمجرد أن يظهر أي شيء ربحي أو أي نشاط ربحي. يسمى هذا استغلال، هذا شيء لا يجوز، هذا كذا استغلال الأعضاء وما إلى ذلك. فأرى أنه يعني عقلية مرت عليها سنوات ضوئية، يعني لو قارناها باليابان أو بجهة أخرى سنلاحظ أنها لا نقول عقلية 2000 سنة إلى الوراء، بل عقلية ما قبل التاريخ. فلهذا يعني أوضحه، وأنا مستعد، يعني أنا مستعد لدرجة أنني مستعد أن أتكلم هذا الكلام وأسجله أو أظهر حتى في بودكاست تنشره على صفحتك يوضح كل هذه الأمور. لا يمكن لأي نشاط ناجح كان إسلاميا أو غير إسلاميا أن يعيش بدون دعم مالي. فأبسط شيء، هذا المسجد الذي يوجد بجانب منزلي هل هو يعيش بدون دعم مالي؟ لا طبعا. هذا المؤذن الذي يؤذن في صلاة الصبح ليس له أجر؟ هذا الإمام الذي يوجد في المسجد ليس له أجر الذي يصلي بنا؟ يعني أنا شوف الحين يجب أن نفهمه. برسل لك الآن آخر واحدة هي لأبو مليون فجأة، يعني ما أدري فيسبوك سياستها حسبنا الله ونعم الوكيل، لما وصل الكمية فوق المليون أخفوا يعني طلعوا عدد الشير وطلع، لكن المشاهدات شالوها. ماني عارف الريتش قاموا أيوة بحذف الريتش. نعم هذه أيوة تحدث أيوة. نعم. ماني عارف ايش، عندي 662 كومنت، 7000 و7.9 يعني 8 كي شير، 8000 يعني تخيل 8000 شيرينج يعني 313000 كي فيو. نعم غير يعني هذا فيو 313000 الريتش غير، مش بس حذفوها. نعم ما نعرف وين حط، يعني هلا هذه ممكن اطلع في الانسايت مثلا، ممكن يعني ان تشاهدها في الانسايت دون اي مشكل. فاقول لك يعني انا الحين استشيرك الان، يعني ايش الخطوه اللي انت تنصحني ابدا فيها؟ لان صراحه انا شايف نجاح وتقدم. يعني انا ارى اول خطوه استراتيجيه انك تبدا بسياسه مع جمهورك، اولا منشورات سياسيه مع الجمهور. نحن الان لدينا صفحه كذا وكذا كما تعلمون، ومنطقيا يعني لوجيك ماذا سيفعل جمهوري؟ سؤال ماذا سيفعل جمهوري؟ لا فقط يجب جمهوري قد يكون من الناس، قد يكون من الناس العاديين. دعم. ما يعني هل انا ساجعلهم؟ لا نريد، لا نريده ان يفعل اي شيء، نريده فقط ان يتفهم التغيير السياسي الذي يقع على الصفحه. التغيير السياسي الذي يقع على الصفحه لن ينقص من جودة المنشورات، لن يغير نوعية المنشورات، لن يكون له أي تأثير على محتوى الصفحة. الشيء البسيط الذي سينضاف إلى الصفحة هو بعض المنشورات التجارية أو إعلانات تساعد الصفحة البقاء على قيد الحياة.
يعني لاحظ معي حركه الان لما البوستات، يعني انا عندي بوستات مثلا غير مهمه او لا يوجد عليها اقبال او تفاعل، فضعيف الشير فيها، ضعيف المشاهدات فيها. فانا ممكن لو نزلت منشورات، ركز معي، لو نزلت منشورات ممكن ما يعملوا عليها شير، فتظل ضعيفه، فالمعلم يمتنع ان يتعامل معي. انا عندي بعض المنشورات وصلت الى الملايين، يعني وصلت الى 500 والمليون، ولكن اريد ان اقنع العميل بان بسيط. اعطيني شرح بسيط. أيوه. منشوراتك هي عباره عن تكست، يعني عن تكست، لا. عن نص، لا. ام عن فيديو؟ نعم، فيديو. فيديو، يعني انت تقوم بصناعه فيديوهات. نعم. وللعلم يعني عشان ايضا اكون صادق، لان ما احب اني انسب لنفسي ما لم اعمله، بعضها يعني هذه الفيديوهات اغلبها فيديوهات منقوله، ما عملتها ولا صنعتها. نعم، نقلتها، لكنها موفقه لانها في الصميم. نعم. انا شخصيا لا اصنع فيديوهات. نعم، انا ساقول لك اذا كنت مكانك، سأخذ مثلا برنامج من أبسط برامج المونتاج، يعني برامج عمل فيديوهات على أندرويد، ولا قصتك على البي سي؟ على البي سي. نعم. وأخذ هذه الفيديوهات، ما دامت ستشاهد بهذه القوة، وأقوم بوضع إعلان في بداية الفيديو وإعلان في نهاية الفيديو. يعني أقوم بتصميم إعلان سواء على شكل صورة أو على شكل فيديو قصير في بداية الفيديو أو في نهاية الفيديو، 10 ثواني ما أخذت أي شيء في بداية الفيديو أو في نهاية الفيديو، فيكون هذا المحتوى الذي تعرض لآلاف الشيرات قد شوهد فيه المحتوى، يعني الإنفورماتيف، يعني المعلوماتي المفيد، وشوهد فيه في نفس الوقت الإعلان. فاستفدنا من شيئين: أولا استفدنا من مشاهدة الإعلان مع مشاهدة الفيديو، ففي هذه الحالة سوف يرى المعلن أن إعلاناته جزء من تلك الفيديوهات التي تعرضت لمشاهدة جد عالية. هل تتفق معي في هذا القول؟ جميل، ممتاز. نعم. أتفق معك، لكن أنت تقصد الآن الفيديوهات القادمة، الفيديوهات اللي تمت او اللي يعني اللي تمت، هذه لا يستطيع التعديل عليها لانها خلاص نشرت. خلاص، نعم، نشرت، لا يمكن ان نعدل عليها الا اذا كان هناك شخص الله اعلم اعلم مني في هذا المجال يستطيع التعديل عليها ولديه تقنيه للتعديل عليها. طيب، هل هذا ينتهك مثلا، يعني لان تعرف قد تكون مصوره من جهات اخرى، انا فقط نقلتها، أنا مجرد ما أبدأ أتعامل معها أنها فيديوهات ممولة أو فيديوهات لإعلان، يعني ممولة بإعلانات أو كذا، ممكن يأتوني أصحابها الأصليين ويبهدلوني، لأنه يقول كيف أنت، إحنا سمحنا لك لأن موقع إسلامي تنشر فيه الخير وإحنا موافقين، ولكن مجرد ما دخلت الآن في الأرباح، لا، يعني تعرف يبدأ يتكلموا بالحاجة هذه. نعم، أنت كما قلت لك يجب عليك على الأقل لمدة أسبوع أن تتكلم في هذه الأمور بمنشورات نصية. نحن سياسة صفحتنا سوف تتغير، وسوف تتغير بهذه الطريقة، وسوف نعتمد نظام إعلانات في بداية ونهاية الفيديو. لماذا؟ لأن هذا سوف يضمن استمراريتنا، فنحن نعتذر لجمهورنا الكريم، ونعتذر لأصحاب الفيديوهات، ولكل هؤلاء الأشخاص، ومن لديه أي اعتراض فليبده في التعليقات، وهذا بطبيعة الحال التعليقات كما تعلم ترفع نسبة مشاهدة الفيديو، وأنت سوف ترى التفاعل، لأن هذه التجربة سوف تظهر لك التفاعل، وستتكلم بصراحة: أنا شخص أعمل بجد، وهذا يأخذ مني وقت ويأخذ مني جهد، وكل هذه الأمور. كلامك صحيح، بس انا النقطه اللي انا يمكن ما عرفت اني اوصلها لك، ان هذه الفيديوهات لست المالكه لها، وانما انا انقلها من الغير.
أنا فهل يحق لي اني اخذها وامنتج فيها الاعلان في العشر ثواني الاولى والاخيره وهي ليست لي في الاصل؟ انا اعلم جيدا انها فيديوهات ليست لك، اعلم جيدا انها فيديوهات ليست لك، وما اريد قوله هو انها ما دامت فيديوهات ليست لك فقم مثلا قبل اختيارك للفيديوهات قم بمراسلات عامة لأصحاب القنوات، السلام عليكم أنا أريد أخذ هذا الفيديو هذا الفيديو من قناتكم بشرط أنني أقوم بمنتجة إعلانات نظرا لأنني مالك صفحة وأريد يعني الاستمرار يعني هذا المشروع الإسلامي أن يكون هناك مدخول، فهل توافق على هذه المسألة نعم أم لا؟ فيبقى لديك دليل وهو رد صاحب القناة. فهمت عليك. فأتمنى أن تكون هذه الإضافة الخاصة التي قلتها الآن مفيدة لك. يعني تحتاج إلى نوع من الجهد والمراسلة. نعم فالمراسلة يعني أنا أستطيع أن أقول لك أن المراسلة في التسويق الإلكتروني يعني جزء لا يتجزأ من التسويق الإلكتروني. يعني يجب أن نراسل ويجب أن نراسل ويجب أن نراسل حتى نحصل، والأصل في هذه الأمور كلها أنه المراسلة لا يجب أن نعتمد على مراسلة فردية. فمثلا أنا إذا أردت أن أخذ إذن من أصحاب مواقع معينين لأخذ إعلاناتهم أو أخذ منهم خدمات، ففي نفس اليوم لا أراسل صاحب موقع واحد، أقوم عن طريق برنامج بمراسلة صاحب 500 موقع، ففي نهاية اليوم أجد صاحب 150 موقع قام بإجاباتي، فيكون الأمر هكذا. فأتمنى يعني أن تكون إجابتي واضحة، أنت لا تعتمد على شخص واحد أو اثنين أو ثلاثة، وحينها سوف تنفتح لك أبواب، ستجد أن أشخاص قالوا لك من الدرج يعني من الكلمة الأولى خذ ما شئت وقم بعمل مونتاج لما شئت، نحن لا يهمنا هذا الأمر، المهم أن يصل الفيديو إلى الناس. وأنا أعتقد أن هناك الكثير منهم، ولأنك غرضك شريف استمرار هذه الأنشطة تتطلب يعني موارد معينة، فأنا أقولها لك مباشرة، المسجد الذي يوجد بجانب النافذة لن يستمر إذا لم تكن هناك موارد معينة. صحيح. وين توجه السوق التسويق الإلكتروني الآن يا أخي حسب خبرتك الآن؟ أين التوجه في أي مجال؟ أنا أرى أخي أن توجه السوق الإلكتروني هو توجه يعني يختلف حسب الجيوغرافيكال زون، المنطقة الجغرافية، لكن هناك يعني لاحظت لأنني تعاملت مع عدد كبير من فرق العمل من الإمارات والسعودية والشرق الأوسط بأكمله، أن التوجه السوق الإلكتروني السطحي هو توجه نحو تويتر الذي أصبح الريتش فيه جد ضعيف، وتوجه كما نقول موضة نحو الإنستغرام وسناب شات كمان يمكن، وكذلك هناك توجهات نحو سناب شات لكنها من نوع معين ليست صالحة لكافة أنواع البيزنس. يعني لما أقول لك أني أريد أن أنشئ شركة متخصصة في التسويق الإلكتروني، نعم، كشركة وليس كشغل في البيت ومنزل يعني أين التوجه؟ كي يعني أي في أي مجال؟ التسويق الإلكتروني يعتبر بحر، نعم، فيه الربح من الإنترنت يعتبر نوع من أنواع، وفيه التسويق الإلكتروني يعني عمل الحملات الإلكترونية، الحملات التسويقية في أي مجالات؟ يعني أنا كشركة إيش مطلوب مني؟ إيش أين تفضل إني أقيمها؟ مقدمة لمن؟ صراحة في المجال يعني هذا الآن واسع. حتى نقسم السؤال، يعني أين تفضل أيوة أنني أقيمها؟ يعني أقيمها مثلا في الشرق الأوسط، في السعودية، في مثلا دبي، في أبو ظبي، أو مثلا لا يعني لا أين أوجه السوق فيها؟ لأن صراحة السعودية هنا صارت فوضى، يعني فوضى، يعني
حتى لدرجة أن يعني لما الواحد بده يعمل كامبين أو يعني حملة تسويقية، تويتر الآن تقدمها لك إعلانات مدفوعة، وكذلك الفيسبوك، ما صار مجال. يعني إحنا مش هنقدر نجابه قوة الشركات الأصلية أصلا. نعم. أين التوجه اللي أين التوجه الذي أجد فيه إلا يستطيعون ينافسون فيه؟ هذا قصدي. نعم، أنا أقول لك شيء أقوله في أغلبية حلقات البث المباشر لدي، يعني إذا بحثت في حلقات البث المباشر لدي منذ سنوات أقوله، يعني وسأقوله وأكرره الآن باللغة العربية الفصحى حتى يفهمه يعني العالم العربي بأكمله. أنا في نظري أقوى توجه للتسويق الإلكتروني أيا كان الزمان والمكان، ومنذ من منذ أن بدأت في 2006 حتى يومنا هذا 2019، هو التسويق بالبريد الإلكتروني، لأنه التوجه الأكثر بروفيشنال، وهو التوجه الأكثر تأثير على الأناس البروفيشنال، يعني مثلا المهندسين والأناس المتخصصين مثلا في الخدمات بروفيشنال وما إلى ذلك، والأكثر تأثير على الشركات. هذا من ناحية. أضف إلى ذلك أن توجه الإيميل ماركتينج أو التسويق بالبريد الإلكتروني هو توجه تسويقي ليس ماس ماركتينج، لأنه يجب أن نفصل في توجهات التسويق الإلكتروني بين الماس ماركتينج، يعني التسويق للماس للجمهور، والتسويق المباشر دايركت سيلينج. فيجب أن نفصل بين هذين الأمرين. فالتسويق بالبريد الإلكتروني هو تسويق شخصي، شخص لشخص، رغم أننا نرسل لقائمة بريدية فيها 100,000 شخص، لكن التفاعل يقوم شخص لشخص. وهذه قلتها أكثر من 100 حلقة للبث المباشر، أن الوسيلة التي أستخدمها منذ سنوات والأنجح معي، ولعلك لاحظت رسائل البريد الإلكتروني التي تصلك مني كلها تسويق بالبريد الإلكتروني. وأنا شخصيا أغلب نشاطي بنسبة 90% هو تسويق بالبريد الإلكتروني، لأن الأناس البروفيشنال الذين أسوق لهم والشركات البروفيشنال الذين أسوق لهم هم يعني يدفعون مبالغ مجزية مقابل البرامج والبرامج التدريبية والخدمات التقنية التي أقدمها لهم. فهذا هو الأساس. فإذا اختصرت القول، أقوى نوع من التسويق، أقوى نوع من أنواع التسويق الإلكتروني هو التسويق بالبريد الإلكتروني، لأنه يستهدف فئة غنية جدا ومحتاجة إلى تلك الخدمة. لعلي أشاركك الرأي، هي أكيد، لكن أنا أكلمك عن خصوصا إحنا في الخليج، أصبح الاعتماد على البريد الإلكتروني الدعائي ضعيف جدا. تركزنا في الخليج كله على السوشيال ميديا، الآن رقم واحد سناب شات، رقم اثنين تويتر، آسف إنستغرام، رقم ثلاثة تويتر، رقم أربعة الفيسبوك. البريد الإلكتروني حتى الاسمس، أنا عندي على الشركة على الإنترنت خاصة متخصص بالاسمس، أنا يعني كنت مزود خدمة، مش مزود يعني كنت ريتيلر للاسمس، أيضا صار ضعيف ولا صار عليه إقبال عندي. قديما كنت أعمل حملات قوية، الآن ما في، ما في طلب، لأن تدخلت هيئة الاتصالات عندنا بالسعودية وأوقفت البلك اسمس، ما صار يصل يعني للمستقبلين للأشخاص. لازم هو يفتح، يعمل يفتح خاصية استقبال الرسائل الدعائية. فعطل ذلك كل ما يخص التسويق الإلكتروني عن طريق الاسمس. البريد الإلكتروني أنا شخصيا الجيميل يفصل أي بريد إلكتروني على طول، يدخل الدعائي يدخله على الدعائي، ما فتحته أنا القسم الخاص بالدعاية في الجيميل، أنا يمكن لي سنتين ما فتحته بصراحة.
نعم لاني ما 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 اهتم فيه. فهنا مشكله. انا أضف انا كلمك انه أيوة. لا توجد عناوين حينما تفتح الانبوكس الخاص بك. اولا لا توجد عناوين في الانبوكس الرئيسي تجلب انتباهك اصلا. لا ايا كان، حتى لو خلاص يعني احنا الجيميل اتخذت اليه انه اي بلك ايميل على طول على الدعايه يذهبون به الى قسم الدعايه. لكن نحن شخصيا يعني في برامجنا الجديده برنامج يعني منذ 2017 2016 2017 و2018 حينما نرسل رسائلنا لا تذهب الى الرسائل الدعائيه بل تذهب الى العلبه الرئيسيه مباشره، لاننا طورنا تكنولوجيا يعني تستهدف العلبه الرئيسيه مباشره في كل البرامج الاخيره التي طورناها. برنامج كوبرا كذلك، برنامج السانديوس، احدث برنامج قمنا بتطويره في مجال التسويق بالبريد الالكتروني، كلها تستهدف الانبوكس الرئيسيه ولا تستهدف الدعايه ولا تستهدف التحديثات. ما جربتها يعني، انت اكيد اعرف يعني، لكن يعني اذا كنت مشترك بقائمتي البريديه ووصلك اول رساله مني واتبعت تعليماتي فسوف تلاحظ ان كل رسائلي سوف تصلك في الانبوكس. إيه لكن انا لاني انا عميلك ومن زمان انا اتراسل معك، فالجيميل تعرف علي ان انا يعني بيني وبينك تواصل اوتوماتيكلي، طبعا هذه تقنيه الجيميل فصار ينزلها. لكن لما ارسل لاول مره مثلا ل 100 الف زبون محتمل او المستقبل كلهم حينزلوا على الانبوكس، لان انا ما مش الانبوكس على الدعايه، على قسم الدعايه، لاني انا اصلا ما اعرف، لاني انا ما اعرفهم ولا يعرفوني. لكن لاحظ شيء ما انه عمليا يعني تنزل على الانبوكس، لكن لاحظ انه في بعض الحالات يعني في عديد من الحالات 10% تنزل على الانبوكس و90% تنزل على الدعايه، وفي حالات اخرى حينما يعني تعمل على الكونسبت الخاص بالرساله تلاحظ ان 50% تنزل على الانبوكس و50%. لماذا مثلا انا اقوم بدوره تدريبيه يعني السنه الفارطه والسنه التي قبلها يعني 2017 قمت بدوره تدريبيه ايميل ماركتينج برو، و 2018 قمت ايضا بدوره تدريبيه ايميل ماركتينج برو، يعني شارك فيها اناس من المغرب واناس من اوروبا ايضا كلهم اونلاين يعني تدريب اونلاين واناس من الشرق الاوسط. الهدف الرئيسي منها هو رفع نسبه الانبوكس الى اقصى حد وخفض نسبه سبام الى اقصى حد، يعني خفض نسبه البريد الغير مرغوب فيه الى اقصى حد، فتكون ارباح المسوق بالبريد الالكتروني كلها متركزه على الانبوكسين. فنحن لا يهمنا يعني الرسائل التي تقع في السبام او في البريد الغير مرغوب فيه، كل الرسائل التي تهمنا هي الرسائل التي تقع في الانبوكس هي التي يحدث معها تفاعل، هذا هو الاساس. يعني ولدي اشخاص من الخليج العربي يعملون على مشاريعهم بهذه الوسيله، وهناك منهم يعني من يقول لي انا اكتفي حتى بالسبام، حتى ان تصل رسائلي في الرسائل الغير مرغوب فيها فاجد انها فتحت وقرات وحدث معها تفاعل. وكذلك في المغرب تنتشر هذه الفكره، يعني فكره تحقيق النتائج من سبام فقط، وهذا بامكانك البحث عنه في جوجل. هناك مسوقي السبام يعني يرسلون رسائل هدفها الرئيسي الوصول الى الرسائل الغير مرغوب فيها، لان هناك اناس بنسبه 10% يفتحون الرسائل الغير مرغوب فيها ويقرؤونها ويتفاعلون معها. لكن منهجنا الرئيسي نيو ايرا رفع نسبه الانبوكس وخفض نسبه السبام الى اقصى حد.
وايضا مكلفه يا اخي الرسائل لما تكون بتقنيات عاليه مثل هذه، يكلفك السيرفر، يكلفك الترافيك، يكلفك، وليش رايك؟ نعم انا اعطيك لأنني أرى أنك لم تشاهد الفيديوهات لأحدث البرامج التي قمنا بإصدارها. فبرنامج كوبرا حينما قمنا بإصداره أول فيديو كان إعلاني له، قمنا بأول مقارنة في الفيديو، قلنا لنأخذ برنامج تقليدي ونقوم بالكشف عن كم ستكلفنا حملة إرسال 10,000 إيميل يومياً لمدة شهر، يعني على واجهة الماندريل. فوجدنا أنها تكلف على واجهة إيش؟ الماندريل. واجهة إيش؟ الماندريل. الماندريل. موقع الماندريل. ما أعرفه. فوجدنا أنها تكلف 280 يورو. ثم انتقلنا إلى مواقع أخرى. هناك مواقع مثل الأوابر، ومواقع مثل الجيت ريسبونس، تلك الأرقام كلفتنا ما يصل إلى 450 يورو في بعض الأرقام التي قمنا باعتمادها في الحملات، لكن قاموا بإقفال حساباتنا نظرا لبعض المخالفات. يعني أول شيء لم نكن يعني قيد حرياتنا في العمل، زائد أن التكلفة كانت باهظة لكل سيرفر. هذا ما دفعنا للعمل قبل ذلك لمدة سنتين لتطوير أول برنامج كان اسمه كوبرا وأحدث ضجة إعلامية في العالم العربي، يعني برنامج اسمه كوبرا. تكلفته الشهرية يعني لإرسال 10,000 إيميل يوميا لا تتخطى $5. $5 للشهر، تخيل معي، $5 للشهر وليس لليوم. إيش عبارة عن التكلفة؟ تكلفة الترافيك ولا تكلفة البرنامج ولا إيش؟ ليست تكلفة البرنامج، لأن البرنامج له سعر خاص. يعني لأنه نعم. مثلا نعتبر البرنامج هو عبارة عن سيارة يابانية قليلة التكلفة، يعني لا تستهلك كثيرا. أما نسبة استهلاكه هو لا يستهلك في الشهر بأكمله أكثر من $5، رغم أن البرامج الأخرى تستهلك، منها من يستهلك 280 يورو، ومنها من يستهلك يركب البرنامج على الكلاود ولا عن طريق الموقع، البرنامج الموقع عندك ولا يركب على جهاز بي سي يعني مايكروسوفت ويندوز، ويركب كذلك على سيرفر ويندوز 2012، يعني لا يوجد اي مشكل، يعني كل هاتين الواجهتين يركب عليهم. وطورنا برامج اخرى للتسويق بريد الالكتروني خاصة باللينوكس مثل فينوم وما الى ذلك. يعني اذا درست عدد البرامج التي قمت بتطويرها منذ يعني فترة الى الان، فاكثر من 19 برنامج، يعني حتى وصلنا الى يعني هذه النوعية من البرامج. يعني وكل ما اقوله لك الان سوف يبث في اليوتيوب، يعني ومن استطاع ان يكذب هذه الامور فليكذبها. لا ما في ان شاء الله، لكن انا يعني انا اثق في قدراتك يا استاذ، عشان كذا استشرتك واتصل عليك. لكن الان بسالك، الكوبرا هل هو اخر برنامج في موضوع التسويق عن طريق البريد الالكتروني، ولا في بعده حاجه اخرى لا حاليا اغلب عملائي قمنا بالاستغناء عن الكوبرا، لاننا قمنا باصدار برنامج اقوى بكثير يسمى بالسانديوس. وهذا السانديوس عباره عن باكج من البرنامج من البرامج، فيه برنامج داتالايزر يعني احسن برنامج من ناحيه الداتا وبناء القوائم البريدية السليمة الخاصة بالإيميلات، أضف إليه برنامج البيلدر يعني من أحسن البرامج لبناء قوائم بريدية سليمة لمراسلتها في الحملات التسويقية، وكذلك برنامج الساندر الذي هو البرنامج الرئيسي سانديوس لإرسال كل هذه الحملات دفعة واحدة
أو بشكل متفرق حسب نوعية الحملات. وكل هذه البرامج تحمل معها، كل برنامج يحمل معه دوراته التدريبية الخاصة للعمل بها حتى يكون كل أمر سهل. جميل. تقول أنت البرنامج اسمه ساندروس. ساندوس. الساندوس هو عبارة عن كوكتيل من البرامج. نعم. في برنامج واحد. تسويق بالبريد الإلكتروني. باقة من البرامج. باقة من البرامج خاصة بالتسويق بالبريد الإلكتروني. تخصصها التسويق بالبريد الإلكتروني. من ضمنها الكوبرا. الكوبرا معاها يعني داخل فيها صح؟ لا، الكوبرا انتهى أمره حينما ظهر الساندوس. لنعتبر أن الكوبرا الفرق بين الأمرين. حينما مثلا ظهرت الفيراري مثلا السابقة، لا أدري اسمها، فاهم قصدك. يعني ظهرت بعدها الفيراري سبايدر، فأصبح الجميع منتبه للفيراري سبايدر، لا قيمة للفيراري التي قبلها. كلام جميل. نعم. يعني هو قادر البرنامج هذا لوحده أن يعمل فلتر للإيميلات، يشيك عليها مثلا. يعني إيش الخطوات اللي يقوم بها هذا البرنامج؟ هذا البرنامج حاليا كل الأشخاص الذين يدخلون في الكوميونيتي الإيميلر، لأننا قمنا بعمل، يعني بالنسبة لكل برنامج نقوم بعمل كوميونيتي، يعني مجتمع خاص بهذا البرنامج. هذا المجتمع تكون فيه اقتراحات تطويرية، تكون فيه يعني دعم تقني لكل الأعضاء وما إلى ذلك. جميل. ومساعدتهم في التعامل مع البرنامج، تكون فيه فيديوهات جديدة للبرنامج، يعني دروس جديدة للبرنامج، تكون فيه تحديثات جديدة للبرنامج بشكل شهري، يعني كل شهر تلاحظ أن البرنامج أضيفت إليه خاصيات جديدة. فهذا الأمر الكوميونيتي أو المجتمع الخاص بالبرنامج هذا هو دوره. فستلاحظ أن الساندوس مثلا خلال هذه الثلاثة أشهر، بعد ثلاثة أشهر تحول إلى برنامج أكثر قوة من الثلاثة أشهر السابقة، نظر للإضافات ونظر للكثير من الأشياء. هذا اللي سألتك الآن، يعني هل هو يقوم بعدة مراحل ولا مرحلة واحدة فقط إرسال؟ هذا قصدي. لا، هو يقوم بعدة مراحل. يقوم أولا بصناعة قاعدة بيانات قابلة للدخول في سيرفرات احترافية، لأنه ليست أي قاعدة بيانات عشوائية يمكنها أن تقوم يعني عمل انستاليشن لها أو سيت أب لها في سيرفر احترافي. ففيه برنامج داتاليزر متخصص في أن تعطيه قوائم باردية عشوائية، فيقوم بأخذ تلك القوائم الباردية العشوائية والعمل عليها لتحويلها إلى قواعد بيانات جاهزة للاستعمال على سيرفر احترافي. ثم يأتي البرنامج الثاني البيلدر، يأخذ تلك القوائم الباردية التي أعدها برنامج داتاليزر ويقوم برفعها على السيرفر، يعني بطريقة معينة وفق ألغوريتم معين لا يسبب للسيرفر أي مشاكل. لهناك ولا سيرفرات معينة؟ لا، هناك سيرفرات معينة نشتغل بها، يعني لأنها هي الأعلى جودة. واشتراكاتها غالية ولا رخيصة؟ لا، اشتراكاتها لا تتخطى $5 في الشهر. فهمت عليك. طيب جميل. نعم. وتنزل عليها البرنامج نفسه. نعم. وفي نفس الوقت تستلم من خلالها. نعم. وفي هذه السيرفرات توجد نوعية VIP لا تتخطى الشراكات $10 في الشهر. جميل. نعم. طيب ثم يقول المرحلة الأولى البطلايزر، بعدين اللي هو برنامج البيلدر. والبيلدر يعني كما هو اسمه باني القوائم الباردية. فإذا كان يقوم ببناء القوائم الباردية بالشكل الصحيح فلا يتأثر السيرفر، لأن السيرفر يمكن أن يتأثر، تحدث فيه أخطاء، يتعرض للإقفال، يتعرض لمشاكل بسبب طرق بناء خاطئة للقوائم الباردية. فالسيرفر الخاص ببيلدر، نحن كما قلت لك مع برامجنا هاته نقدم دورات تدريبية تفصيلية جدا 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 جدا
حتى يصبح كل مستخدم لبرامجنا خبير في مسألة التسويق بالبريد الإلكتروني على نمط النيو إيرا. وهذا نمط نيو إيرا هو النمط الذي تشتغل عليه برامج تسويق البريد الإلكتروني التي نستعمله. ولسنا الوحيدين الذين نستخدم نمط نيو إيرا، هناك شركات أخرى تستخدمه، وهناك شركات أخرى تستخدم النمط الكلاسيكي مثل أويبر، جيت ريسبونس، وميل شيمب وما إلى ذلك. لكننا نحن شخصيا نؤمن بالنيو إيرا. جميل جميل. إن شاء الله تعالى أنا بطلع على البرنامج هذا، إن شاء الله تعالى يعني أعطيك يعني الريكوست بتاعتي على أساس إني أشوف إمكانيات إني كيف أستخدمه وكذا. هذه حاجة. تذكر الألترا اللي أنا اشتريته قبل كذا اسمه إيش؟ الألترا. لا يزال يعمل. الألترا استغل يعني اشتغل لمدة سنتين ثم خرج من السوق. يعني اشتغل لمدة سنتين ثم قمنا بإخراجه من السوق. منذ ظهور كوبرا لم يعد يعني وجود لشيء اسمه الألترا. لا، لأن الترا ليس على النظام الميلاد، هو كان شغال على موضوع الفيسبوك والجروبات. وبمجرد أن لاحظنا أننا نشتغل على الفيسبوك والفيسبوك يحاربنا بشراسة، قمنا بالابتعاد عن الفيسبوك والاتجاه نحو الإيميلات، لأن الإيميلات أعطتنا مردودية أضعاف فيسبوك، لدرجة أن صفحاتنا أصبحنا نجلب لها مشتركين جدد عن طريق الإيميل وليس عن طريق الفيسبوك. فهمت علي. يعني نسوق صفحاتنا الفيسبوكية عن طريق الإيميل. قواعد البيانات الإيميلات متوفرة. نعم، العربية جد بالملايين موجودة. نعم، هي متوفرة جدا. وكذلك خلال هذا الشهر سوف نضيف إلى السانديوس كوميونيتي، يعني نحن لا نتوقف عن التطوير. خلال هذا الشهر يعني بقي لنا الشهر تقريبا، وسوف نطلق برنامج يدخل ضمن السانديوس كوميونيتي، يوفر لك قواعد بيانات إيميلات حسب الاهتمامات والمناطق التي تريدها، بحيث أني أستهدف مناطق معينة. نعم، ويعطيك قوائم باردة. مناطق ولا دول؟ لأن المناطق قد تكون صعبة، ولا قصدك دول؟ نعم، دول معينة. يعني مثلا أبغى السعودية، أريد البحرين مثلا. لا يوجد أي مشكلة، بإمكانك أن تحدد في البرنامج البحرين ويعطيك البحرين دون أي مشاكل. يعني يبحث ولا هي أصلا قوائم موجودة جاهزة؟ نعم، ولا يبحث في الانترنت؟ يبحث في الانترنت ويستخرج الإيميلات يعني حسب المعايير التي تعطيه. اي، عملية البحث تطول؟ يعني مثلا لو أبغى يعني أحط تارجت معين، مثلا مليون إيميل، 100,000 إيميل، يعني يطول على البحث عنه ولا ينتظر شوي؟ أولا نصيحتي لك أي عملية تسويقية، ابتعد عن كلمة مليون إيميل، ابتعد عن كلمة 500,000 إيميل. يعني دائما ابقى تحت كلمة 100,000 إيميل في كل حملة، لأن 100,000 إيميل تكون لها نتائج. وإذا قسمنا يعني 100,000 زمنيا، أو 10,000 بنمط زمني، لأن برامجنا كلها تمتلك نمط التقسيم الزمني، يعني لها استراتيجيات أوتوماتيكية للتقسيم الزمني. يعني البرنامج لوحده قد تذهب للنوم وهو ينتظر تقريبا كل 30 دقيقة وينسر عدد معين من الإيميلات، فهمتيني؟ فلا يلاحظ، كأنه شخص عادي يقوم بعمل إيميل. طب لما تكون عندك أكثر من حملة، فأنت لازم تستأجر في الحملة الأولى عشان تدخل الحملة الثانية، ولا ممكن يعني لو تكون عندك 3-4 حملات في نفس الوقت، كيف تنفذها في وقت واحد؟ نعم، تفتح نافذة من البرنامج وتضع فيها الحملة الأولى، وتفتح نافذة من البرنامج وتضع فيها الحملة الثانية، وتفتح نافذة من البرنامج وتضع فيها الحملة الثالثة. أوكي، بس يرسلون في نفس الوقت ممكن يعمل مشكلة في السيرفر. يعني لا نتعرف لو قلنا كل 30 ثانية يرسل كمية. لا، أنا أقول لك تشتري سيرفر للواجهة الأولى، وسيرفر للواجهة الثانية، وسيرفر للواجهة الثالثة، ولا تواجه أي مشكل من هذه الناحية. وأثناء
التدريب الاحترافي او البروفيشنال تريننج سوف تجد توجيهات تتعلق بهذه الامور، توجيهات استراتيجية متى تعمل بهذه الطريقة ومتى لا تعمل بهذه الطريقة، لان هناك اشياء تتنبه لدرجة اننا نصل مع الشخص في التدريب اذا تعرض السيرفر الخاص بك للتدمير كيف تتصرف. جميل. يعني انت تشوف ان احنا مثلا ممكن ابدا حملتي التسويقيه لاسوق لنفسي كوني مسوق، ممكن ابداها بهذه الطريقه، ايش رايك؟ ممكن تبدا بهذه الطريقه، لكن هناك شرط. نحن دائما كل من نقدم له يعني هذه التكنولوجيا يجب عليه على الاقل يعني على الاقل أن يمارسها ويتدرب عليها على الأقل لمدة 3 أشهر حتى يصل إلى درجة الإتقان في عمل حملات بريد إلكتروني ناجحة، يعني حتى أكون معك في منتهى الوضوح، لأن هذه ليست أشياء بسيطة أو ألعاب، إنما هي تكنولوجيا يجب التمكن منها، ولا يمكن التمكن منها أو الوصول إلى مستوى مرضي فيها في أقل من 3 أشهر من التدريب. والله ما صار عندنا نفس يا عبد الكريم، ما عندنا نفس والله، ننتظر الانتظار هذا صراحة. يعني أنت كذا كأنك تعجزني. لا أنا أقول لك شيء والله، إن يعني أنا شخصيا لدي برامج موضوعة في سبريتشيت أو قد أقول في الأجندة الخاصة بي فيها 1 أو 3 أشهر من العمل، يعني لم أبدأ فيها إلى الآن، يعني ولا تعجزني. لماذا؟ لأن هناك أشياء قد أناقشها معك شخصيا يعني من ناحية المايندسيت، من ناحية المايندسيت يعني من ناحية العقلية ومن ناحية نمط الحياة قد تسهل عليك كل هذه الأمور. قد ترى أن 3 أشهر تمر كأنها 3 أسابيع لا أقل ولا أكثر، لأن تلك الأشياء في نظري ممتعة وليست أشياء معقدة، خاصة إذا رافقك أشخاص بروفيشنال، لأنه كما أقول أنه أي نظام تدريبي لدينا إلا ونظام يحتوي على تكنيكال سبورت، يعني أناس دائما أونلاين موجودين بجانبك ليدعموك وليسيروا بك إلى الأمام وليتخطوا بك أي خطوة تواجهها. أنا لا أقول بإمكانك أن تنهي البرنامج التدريبي في 1.5 شهر أو أقل، يعني إذا كانت لديك يعني سرعة في العمل وما إلى ذلك، وإذا كان لديك تفرغ، لكن بالنسبة لشخص يعني يشتغل وفق مزاجه فنقول 3 أشهر، يعني نحن نقول سيروا سير ضعفائكم. كلام جميل، كلام جميل، أشكرك أخي عبد الكريم. أعطيني رابط على الواتساب، أكتب لي رابط الموقع والتفاصيل البرنامج اللي كان. سوف أرسل لك إن شاء الله فيديو خاص بآخر برنامج بالساندو، سوف أرسله لك على الواتساب إن شاء الله بعد قليل. جميل، جزاك الله خير وشكرا لك، تفهمت وعدي صحة يا رب. لا يوجد الله أي مشكل، مرحبا في أي وقت، وإذا كان لديك أي سؤال تقني أو شيء احتجته أنا في الخدمة. جميل، آخر شيء ولا أريد أن أطيل عليك، سياسة التسعير سواء كانت للفيسبوك في موضوع مشروعي اللي هو الفيديوهات الإسلامية أو في موضوع الإيميلات، سياسة التسعير هل يتخذ فيها سياسة يعني متواضعة ولا يعني كيف أسعر الخدمة؟ هذه تتطلب إن شاء الله، يعني كلما قابلت معلن معين يجب أن تستشير معي إن شاء الله وتقترح علي وأنا أقول لك ماذا تفعل بالضبط إن شاء الله، لأن هذه الأمور يعني تتطلب شخص كما نقول خريج في مجال التسويق الإلكتروني، يعني سبق له أن مر بهذه الأمور. جميل جميل،
الله المستعان. وإن شاء الله يعني وإن شاء الله ولله الحمد يعني أنا وأنت دائما على اتصال، لا يوجد شيء يقطعنا عن الاتصال. الله يبارك فيك، أشكرك يا حبيبي، الله يفتح عليك. نعم، بارك الله فيك. هل لديك عمل أو تحب أن تعمل شيء في السعودية؟ لا الحمد لله، يعني أنا الحمد لله كل أعمالي إن شاء الله يعني هنا في المغرب، وإذا كانت لدي يعني أي أعمال يعني في مناطق أخرى في أوروبا أو في الخليج يعني أخبرك، لا يوجد لدي أي مشكل إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يبارك فيك. مرحبا، أشكرك يا حبيبي. مرحبا، بارك الله فيك أخي، جزاك الله خيرا. جزاك الله خير. السلام عليكم. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.